السلام عليكم حناناتي والصلاة والسلام على رسول الله. كنرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهالي النواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. كنتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله والله يفرحكم. شكرا بزاف على دعوات الخير اللي كيفرحوني بزاف. عرفتي البنات، كنقرا دوك التعليقات، يعني صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كتفرحوني من الاعماق. الله يخطيكم عليا الغزالات ديالي. فاليوم جبت لكم واحد الوصفه سهله مهله بمكون واحد فقط. شوفوا معايا، غادي نوريكم الطريقه باش غادي نصاوبوا هذا الكريم هذا. شفتوا البنات اللي كيقولوا لي بغينا تصاوبي لينا شي كريم؟ ها هو يا البنات، كريم ولا اروع، واحد الكريم توب ديال التوب اللي كيليق فعلا لفصل الخريف، لان البشره كتعاني من بزاف ديال المشاكل وكذلك الشعر. راني عطيتكم واحد الوصفه لمنع تساقط الشعر في فصل الخريف، وهذه كتليق الوجه، لان الوجه كيتشوط ب ماشي طبعا بالحراره، ب ما عرفت شنو كيسميوه الشوم على ما اظن، يعني كيكونوا فيه القشور، كيولي له جحالته كله خرج بالقشور بحال هكذا. هاد الوصفه راها زوينه، وكذلك كتغلق المسام. البنات اللي عندهم المسام واسعين، هذه كتغلق المسام، يعني كتصلح كل عيوب البشره بمكون واحد. اويلي مكون واحد، وياه مكون واحد، جربي وحكمي. يعني يا البنات كما كيقولوا غير ديروا النيه يا البنات. هذه كنجربها انا شخصيا، ماشي كنجرب، كنستعملها دائما. هذه دابا وقت ما مثلا بغيت نخرج عندي شي خريجه هكا مفاجئه، هذه سهله دغيا طق طق كتصاوبيها 5 دقائق. ها انت مصاوبه الوصفه صافي، وديرها 5 دقائق على وجهك، يعني ما كدي حتى حاجه. وحتى الا وضعتي الماكياج من بعد هذه الوصفه، ما شاء الله ما شاء الله الوجه ديالك كيبان كي المرايه هكذا هكذا كيشعل. وحتى هذوك التجاعيد اللي كيكونوا رفيعه هاد الوصفة راه كتحيدهم، والتصبغات اللي كيكونوا حول الفم. يعني وصفة كاملة متكاملة والكامل الله. انا اللي عليا درتو، انا عطيتها لكم، حيدوا العجز. فغادي نحتاجو، شوفوا معايا اشنو هو هذا. البنات اللي متابعيني عارفين هاد القرعة هادي ديالاش. هذا دقيق الارز، دقيق الارز كيكون بحال هكذا. واحد الحنونة من الجزائر سولاتني قالت لي واش كيكون بحال الدقيق. لا يا زينه ما كيكونش بحال الدقيق 100%، ولكن المهم الا درتي ليه بحال هكذا كتلقيه حرش واحد شويه، ولكن راه ناعم على البشره. ما عندكش وما ما عرفاش تصاوبيه، كتبي على بحث اليوتيوب دقيق الارز ابداعات نهى للنواعم، راه غادي يطلع لك الطريقه. صاوبته معكم في 3 دقائق، يعني كل شيء سهل ماهل خفان زربان. اش غادي ديري؟ غادي تجيبي واحد الكاسرونه، اي اناء يوضع فوق النار، ياكي غادي توضعي واحد شويه كوكا ديال الماء، تقريبا ملعقه كبيره بهذا الكويس هذا الصغير بحال هكذا، ياكي مع ملعقه كبيره من الارز تكون غير مملوءه، ثم على نار هادئه وتبقاي تحركي بهذه الطريقه. ولا عندك البشره ديالك ناشفه، يعني ناشفه، فغادي تستعملي يا اما زيت اللوز الحلو ولا زيت جوز الهند، غادي توضعيه مع الوصفه، ولكن يمتى حتى صافي تطفي عليها النار. عاد غادي تضيفيه على الوصفه. طبعا هذه الوصفه صوبتها غادي نستعملها معكم الان ان شاء الله، يعني غنستعملها على الوجه ديالي، عليها ما غاديش تشوفوني غنطلصها لديك المانكا حيت حنيكاتها كبار كتكمل لي الوصفات. ف غادي توضعوها على بعد ما تطفيو النار. الا عندك البشره كما قلت لك ناشفه، غادي تضيفي وحده من هاد الزيوت، ثم تطلصينها على وجهك يا صديقتي، وغادي تخليها لي 5 دقائق 10 دقائق حسب الرغبه ديالك، ياكي. ومن بعد غادي تجيبي اي فوطه عليها ماء دافئ، ثم غادي تعصريها بحال هكذا صافي. وغادي تمسحي بها الوجه ديالك، ومن بعد غادي ترطبي وجهك باي كريم مرطب انت كترطبي به، بزيت جوز الهند، ولكن ما تخرجيش بالزيوت صافي. وهذه هي وصفتنا لليوم. وكذلك البنات اللي كيعانيو من الشيخوخه ديال يعني الجلد، فبامكانكم كذلك انكم تستعملوها، يعني ديك الشيخوخه المبكره ولا اليدين ديالك كيكونوا فيهم دوك التجاعيد، فبامكانك تستعملي هذه الوصفه، راها التوب ديال التوب. بامكانك تستعمليها بشكل يومي ناري، الا كتستعمليها بشكل يومي، خصوصا البنات اللي عندهم التجاعيد حول العينين ولا عند ديك لا زون تي ناري، يعني عند الجبهه هنايا، يعني واحد الوصفه رائعه رائعه جدا. كنتمنى يا رب انها تنال اعجابكم. الى عندكم اي غزالات ديالي، اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده، ما تردكم الى اناملكم، اكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات. وكذلك برعوني بالدعوات ديالكم اللي كيفرحوني بزاف بزاف بزاف. كنقول لكم كلكم امين ولا كنا بالمثل. ما تنساونيش الغزال ديالي بشي دعوه ديال الخير، وترحموا لي على الوالده، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه يا غوالي.